السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نضغط على زر المنيوم من الريموت، تظهر قائمة، بنختار التركيب، وبعد ذلك نختار قائمة الترددات، نضغط على زر إضافة الموجود بالريموت باللون الأحمر أو حسب اللون الموجود، ونبدأ بإدخال التردد وهو 114.11 مع معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي، نضغط OK، ثم نضع علامة صح أمام التردد، وبعد ذلك نضغط على زر بحث الموجود بالريموت باللون الأزرق، ونبدأ بعملية البحث عن جميع القنوات، ثم نحفظ البيانات.